السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحلقه جديده من كورس الجرامر واتعلم انجليش اونلاين. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن حاجه كتير جدا مننا بيتلخبط فيها جدا. بعد الحلقه دي ان شاء الله مش هيبقى في اي لخبطه. هنتكلم عن صفات وضمائر الملكيه والفرق بينهم وشكلهم ايه في الجمله ومكانهم بالظبط وامتى بنستخدمهم. كتير مننا بيتلخبط بين الاثنين. ان شاء الله النهارده هنحاول نشيل اللخبطه دي. يلا نبدا الدرس. احنا خدنا قبل كده السبجكت بروناونز وعرفنا ايه هي وعرفنا امتى بنستخدمها. طيب هناخد بقى ضمائر الملكيه وصفات الملكيه الخاصه بيها، او لو انا هقول اي انا الحاجه تخصني انا، ايه هي ضمير الملكيه بقى اللي انا هستخدمه او صفه الملكيه. طب لو عايزه اقول هو، ايه هي ضمير الملكيه اللي هيخصه هو، وهكذا. في فرق في الاول لازم نعرفه كويس قوي بين صفه الملكيه وضمير الملكيه. يعني ايه صفه الملكيه؟ صفه الملكيه بالانجلش يعني possessive adjective، صفه ملكيه. اما ضمير الملكيه يعني possessive pronouns اللي هي ضمائر الملكيه. الفرق بين صفات الملكيه وضمائر الملكيه هنعرفه، هيبقى واضح لو عرفنا امتى نستخدم الصفه او ايه مكانها في الجمله. الصفه في الانجليش دايما بتيجي قبل الموصوف. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو عايزه اقول ولد طويل، انا وصفت الولد بالطول، ففي العربي بقول ولد الموصوف الاول وبعدين بقول طويل الصفه. لكن في الانجليش هعكس، هقول طويل ولد، هقول tall boy، هعكس. الصفه دايما في الانجليش بتيجي قبل الموصوف عكس العربي. يبقى في الانجليش لو عايزه اوصف ولد هقول a tall boy، يبقى حطيت الصفة قبل الايه؟ قبل الموصوف. كده عرفنا مكان الصفة بيجي فين في الجملة. الصفة دايما بتيجي قبل الموصوف، تيجي في الاول. تمام؟ خلاص احنا كده عرفنا. يبقى صفات الملكية دايما تيجي قبل ايه؟ قبل الاسم اللي احنا بنوصف. يبقى انا هنا my هتتحط قبل كلمة book. لما اقول الكتاب ده بتاعي هقول my book. طيب يبقى هنا ما ينفعش اقول book my، فهقول ايه؟ ماي بوك. يبقى نعرف من كده ان كل صفات الملكيه بتيجي قبل الايه؟ قبل الاسم اللي انا بتكلم عن ملكيته. يبقى تاني الصفات بتيجي قبل الايه؟ قبل الموصوف. يبقى هنا البوسيسيف ادجكتيفز هتيجي قبل الايه؟ قبل الاسم. بوسيسيف ادجكتيفز هتيجي قبل الاسم. اما بقى البرونونز هنا ضمائر بقى الملكيه هتيجي بعده، هتيجي في الاخر. تمام؟ يبقى احنا كده عرفنا اول فرق بينهم عشان ما نتلخبطش. صفة الملكية اللي هي my, his, her اللي احنا هنتعرف عليهم دلوقتي بيجوا قبل الاسم، اما ضمير الملكية بيجي بعده، بيجي في الاخر. تمام؟ وهو ده الفرق بينهم، هما الاثنين ليهم نفس المعنى تقريبا. يعني لما اقول my book هقول كتابي، غير لما اقول the book is mine، هذا الكتاب ملكي. هي نفس المعنى. ولكن الفرق ان صفات الملكيه بتيجي قبل الاسم المملوك، اما ضمائر الملكيه بتيجي بعده. ده الفرق بينهم. تمام؟ طيب نتعرف عليهم وبعد كده ناخد جمل توضح لنا شكلهم جوه الجمله ايه تاني غير الجمله اللي احنا قلناها دي. لو انا بتكلم عن اي انا هقول ماي بوك، كتابي. طيب لو انا بتكلم عن هي هيبقى his book، كتابه. she her book it its، بس طبعا هنا مش هقول كتابها بقى، its هنا لغير العاقل. فانا لو هوصف مثلا القطة عايزه اقول مثلا الديل بتاع القطه tail مثلا، هقول its tail، ديلها مثلا، وهكذا. فهنا هتبقى its. you هتبقى your، عايزه اقول كتابك هقول لك your book. we هتبقى our، هقول لك our books الكتب بتاعتنا. they هتبقى their books، وهكذا. يبقى دي صفات الملكية. I my، he has، she her، it its، you your، we our، they their. ده بالنسبة لصفات الملكية. هنيجي بقى للpossessive pronouns. يعني ايه pronoun؟ بروناون يعني ضمير، والضمير ده كلمة ناون لوحدها يعني اسم، وبرو يعني ينوب عنه.
يبقى البروناون يعني ينوب عن الاسم، يبقى الضمير ده ممكن ينوب عن الاسم، يعني نشيل الاسم ونحط مكانه الضمير، واحنا شرحنا ده في السبجكت بروناونز. تمام. طيب يبقى احنا هنا ممكن استخدم البوسيسيف بروناونز مكان الاسم نفسه او اجيبها بعد الاسم، وده الفرق بينها وبين البوسيسيف ادجكتيف. ازاي؟ ان البوسيسيف ادجكتيف بيجي دايما قبل الاسم لانه صفه، ادجكتيف يعني صفه، فالصفه دايما بتيجي قبل الموصوف قبل الاسم. اما بقى البروناون الضمير مش هيجي قبل الاسم، هيجي بعده بعد كده في الجمله، بعد كده ممكن يجي اخر الجمله، ممكن يجي بدل الاسم اصلا، بيحل محل الاسم نفسه، يبقى الاسم مش موجود. وهناخد دلوقتي امثله هتوضح لنا جدا الفرق. طيب هنا لو قلت the book is mine يعني الكتاب يكون ملكي خاص بي، انا هنا كلمه mine هنا ما جاتش قبل الكتاب، لا دي جت في الاخر، جت بعده، فيبقى هنا ضمير الملكيه بيجي بعد الاسم الموصوف وليس قبله، يبقى صفه الملكيه بتيجي قبل الاسم لكن ضمير الملكيه بيجي بعده، ومش بعده مباشره، هو بيبقى موجود بعده في الجمله نفسها. وممكن اصلا هناخد جمله دلوقتي هنشوف ان احنا ممكن نشيله اصلا ونحط ده مكانه لان هو ينوب عنه، وده الفرق بينهم، ده قبل الاسم مباشره وده بعده جوه الجمله، او ما يكونش عندي اصلا اسم مملوك هيكون هو مكانه بينوب عنه، وده اللي هنشوفه بعد شويه. طيب هنقرا بقى مع بعض ضمائر الملكيه. عندي الماي، ضمير ده الماي لو قبل، طب لو بعد هتبقى ايه؟ هتتحول لماين، ودي الوحيده اللي مختلفه في الكتابه، اما الباقيين كلهم نفس الكتابه تقريبا بس بنضيف حرف الاس في الاخر. يعني عندي هنا مثلا هيز اصلا اخرها اس، انا عندي اتنين اخرهم اس، عندي هيز واتس الاثنين اخرهم اس، فمش هحط لهم اس تاني، فبسيبهم زي ما هما مش بيتغيروا، فهيز هتبقى هي هيز، اتس هتبقى هي اتس، مش هيتغيروا. اللي هيتغير ايه؟ باقي الضمائر كلها، باقي الضمائر كلها بنضيف لها اس في الاخر وخلاص. يعني هير هتبقى هيرز، يور يورز، اور اورز، زير زيرز، بحط لها اس، يبقى اللي قبل الاسم المملوك ما فيهوش اس، اللي بعده هو اللي فيه اس، يبقى صفة الملكية وزاوب اس ما فيهاش اس. اما ضمير الملكية بنضيف اس لصفة الملكية وبنحطها ايه؟ في الاخر. تمام؟ ده في الكتابة عشان يبقى مسهل لنا ان احنا نحفظهم، عشان ما نحسش ان في لخبطة، طب ما هو متشابهين، طب هحفظ ده ازاي؟ هي بس بضيف لها اس فين؟ في الاخر. طب اللي فيه اس بسيبه زي ما هو لانه اوريدي فيه اس، فمش هضيف له اس فين؟ في الاخر. الوحيدة اللي بتختلف ماين، وطبعا ماين سهلة في الحفظ. طب تمام، يعني هتبقى اي ماي ماين، اي ماي ماين، ما فيهاش اي مشكله. اما الباقيين كلهم هنضيف لهم ايه؟ هنضيف لهم اس في الاخر، واللي فيه اس مش هنحط له اس. طيب يبقى هنقراهم بسرعه مع بعض عشان ناخد جمل تبين الفرق بينهم جوه جمله ونشوفهم عاملين ازاي. اي ماي ماي، هي هاز هاز، شي هير هيرز، ات اتس اتس، يو يور يورز، we our ours، they their theirs. دول ضمائر وصفات الملكية لما عايز اقول الحاجة دي بتاعتي انا او ملكي او تخصني، وعرفنا مكانهم في الجملة. صفة الملكية بتيجي قبل الاسم، اما ضمير الملكية بيجي بعد الاسم في الاخر. تمام. طيب ناخد بقى كام جملة كده فيهم الاتنين وناخد اسئلة توضح لنا الفرق بينهم وازاي لو لقيتها اعرف اختارها. دلوقتي بقى هناخد كام جملة هنعرف فيهم مكان الملكية وضمائر الملكية هيبقى فين في الجملة وهيبقى ازاي. This is my car. This is my car. هنا my جت قبل ايه؟ car. يبقى دي صفة ملكية وضمير ملكية. برافو، هتبقى دي ايه؟ adjective. possessive adjective. دي صفة ملكية لانها جاية قبل الايه؟ قبل الاسم. Its windows are small. هنا its هتبقى ايه؟ هتبقى adjective ولا هتبقى pronoun؟ هتبقى صفة للملكية ولا ضمير؟ طبعا هنا هتبقى برضو adjective. ليه؟ هنا هي adjective عشان جاية قبل النون، جاية قبل الاسم اللي احنا وصفناه. Its windows شبابيكها are small، صغيرة، يبقى هنا برضو جت قبل الاسم، يبقى هي دي هتبقى adjective، هتبقى صفة للملكية.
We ordered pizza. احنا طلبنا بيتزا. This pizza is ours. هنا دي جت في الاخر، ما جاش بعدها، ما جاش بعدها اسم، فبالتالي دي مش صفه. الصفه جايه ايه؟ جه بعدها اسم اهي، زي my وزي its، لكن هنا ما جاش بعدها اسم. يبقى ده ايه؟ يبقى ده هنا pronoun، ضمير. يبقى ده كده possessive pronouns، ضمير ملكية. possessive pronoun، ضمير ملكية، لان ما جاش بعديه اسم. تمام. طيب هل دايما ضمير الملكية يجي اخر كلمة في الجملة؟ لا، ما احنا ممكن نجيبه برضو جوه الجملة او في اولها، بس ما يجيش بعدي ايه؟ ما يجيش بعدي الشيء المملوك، الاسم المملوك ما يجيش بعدي. لو جه بعدي ما يبقاش ضمير ملكية، يبقى صفة ملكية. تمام. هنا this is his laptop، هو اللابتوب ده بتاعه هو. هنا his جت قبل ايه؟ laptop. يبقى هنا his دي ايه؟ adjective ولا pronoun؟ pronoun. دي هتبقى ايه؟ adjective، صفة ملكية، لانها جت قبل الاسم. hers is so expensive، لكن الخاص بيها هي بقى، بتاعها هي، غالي جدا. هنا hers ما جاتش اخر كلمة في الجملة، بس برضو ما جاش بعدها اسم، هي جه بعدها فعل as، ما جاش اسم. يبقى بالتالي دي مش صفة، لان ما وصفتش الاسم اللي جه بعدها، ما فيش اسم جه بعدها عشان توصفه. يبقى ده ضمير ملكية، لان الضمير اصلا مع ده بيحل محل الاسم. pronoun، pronoun، noun يعني اسم، pro يعني يحل محل، يبقى pronoun على بعضها يعني يحل محل الاسم. يبقى الضمير ايه هو وصفه او بنستخدمه ليه؟ استخدامه ان هو بيحل محل الاسم. فهنا hers جت ايه؟ جت تحل محل اسم الملكية او ضمير الملكية. فعشان هنا كده قلنا hers، هي هو هنا يقصد ايه؟ her laptop، اللابتوب بتاعها. فهو شال her laptop، اللابتوب بتاعها، وحط hers الخاص بيها او بتاعها، هو so expensive، غالي جدا. يبقى هنا ما دام ما جاش بعدها اسم، يبقى هنا ما جاتش في الاخر. يبقى احنا مش دايما نقول لا، هي ما تيجي في الاخر يبقى دي كده ايه؟ يبقى دي كده pronoun، فنختار اللي هي فيها الاس اللي هي البرونونس. لا، هي ممكن ما تجيش في الاخر، بس في نفس الوقت مش هيجي بعدها اسم، ما دام ما جاش بعدها اسم تبقى مش صفه، يبقى هنختار برده البرونونس. تمام. وده الفرق بينهم. يبقى دايما الادجكتيفز بتيجي قبل الايه؟ قبل الاسم. يبقى البوسيسيف ادجكتيفز بتيجي قبل الاسم، اما البوسيسيف برونونس بتيجي في الاخر الجمله او بعد الاسم او محل الاسم، ما يجيش معاها اسم اصلا، تحل محله. يبقى لا اما هتيجي بعديه، تمام، لإما هتيجي تحل محله وهو مش هيبقى موجود في الأصل أصلا. تمام. وده الفرق بين صفات الملكية وضمائر الملكية. وبكده يبقى خلص درس النهاردة الحمد لله. بس ناقص كام جملة هكتبهم لكم في الواجب، وانتوا هتختاروا ضمير ملكية ولا صفة ملكية عشان أعرف فهمنا الدرس ولا لأ. معانا 3 جمل، 3 sentences، 3 جمل هنحلهم في الواجب. هنختار بين ضمير ملكية وصفة ملكية. هي bought my ولا mine car. This bag is her ولا hers. Our house is big but yours is bigger. هنشوف هنختار ايه فيهم، وهتكتبوا لي الاجابه في التعليقات ان شاء الله، وانا هصححها عشان اشوف فهمتوا الدرس ولا لا. اتمنى يكون الحلقه عجبتكم ونكون فهمنا الدرس، واللخبطه اللي كانت بين الاثنين انتهت ان شاء الله. ولو الدرس عجبكم ما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركناش.